أهلا بكم من جديد. عايدة إلى أثينا أجدد إصدارات الكاتب والروائي عامر طهبوب، رح نتحدث عنها أكثر في خلال هذه المقابلة. هي مش أول رواية بكتبها الأستاذ عامر. نعم صحيح كاثي، وعامر أيضا روائي تسكنه أمكنة ويسكن أخرى، يعبر عنها بقلم مطواع ويمتلك سيطرة على لغته المكتنزة بالتناصات الأدبية والنقدية والشعرية. صباح الخير. صباح الخير إبراهيم. شكرا على وجودك معنا اليوم. أهلا كاثي. أهلا فيك. هذه مقولة الأستاذة الدكتورة جودي البطاني، أستاذة الأدب والنقد في جامعة جرش، خلال حفل إشهار الرواية في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يوم الخميس الماضي. وأنا أعتز بهذه الشهادة الدكتورة جودي. وإحنا بنعتز بتواجدك معنا اليوم على شاشة التلفزيون الأردني. عائدة إلى أثينا، هل عرض فيها غسان كنفاني عامر طهبوب؟ الحقيقة لا، كثير ناس حتى من النقاد وجدوا نوع من المعارضة. أنا أعتقد أن الواقع لا يقول أننا سنعود الآن إلى حيفا، ولا أجد أن من الواقع كتابة رواية العودة إلى يافا، العودة إلى القدس، العودة إلى عكا. أنا أتحدث عن عكا في هذه الرواية، ولذلك وجدت أن من الواقعية أن أعيد البطلة إلى الموطن الذي منحها الجنسية والحرية والاستقرار، لكن العودة إلى عكا هي عودة حتمية، ولكن ليس اليوم. يعني لا يجوز أن نكون حالمين إلى درجة أن نحل المشكلة والأزمة الفلسطينية في العمل الروائي. يجب أن يبقى الأمر مفتوحا. حتى الأستاذة جودي البطايني لاحظت ملاحظة جديرة، الرواية هي عبارة عن ثلاثة فصول، الفصل الأول من سبعة أبواب والفصل الثاني من سبعة أبواب، لكني تركت الباب الفصل الثالث ناقصا، ستة أبواب. البطل يهدي إلى حبيبته 49 وردة وليس 50، وعندما يتزوجها يهديها 99 وردة. في حياة الفلسطيني هناك شيء ناقص، ويجب أن يبقى ناقص حتى في العمل الروائي. طب سؤالي لك، هل تعتبر هذه الرواية من أنواع التأريخ الفلسطيني؟ لا، الرواية رواية. هناك تخييل تاريخي كما يصف النقاد في هذه الرواية، كما في الرواية في حضرة إبراهيم وأوراق هارون. حاولت أن يعني أخلط، أمزج ما بين الخيال والواقع. هناك تاريخ تأتي به وتشتغل عليه، وهناك خيال في الرواية، فتدمج ما بين الخيال وما بين الواقع وما بين الشخوص الحقيقية والشخوص التي يخلقها الرواية. في هذه الرواية سردت أقدار لاجئ، عشنا معهم تجربتهم وتعلمنا منها، ولكن عنف التجربة في بعض الأحيان بتزيد من صلابة اللاجئ. صحيح. وبتزيد من قوته وبتزيد من إصراره بالعودة. صحيح. تحدثنا عن هذه الأحداث اللي كانت بالرواية. كاثي، أنا تحدثت عن رقم واحد في حياة المخيم، ويعني عدت أدرس كم مثلاً كم عربة، كم سيارة إسعاف بالمخيم واحدة، كم مدرسة واحدة، كم جامع واحد، بعدين البيت في عجنة واحدة وفي طبخة واحدة، في كل أسرة فلسطينية في المخيم في واحد لازم يغترب ويعين الأسرة، عربة نقل الموتى واحدة، النعش اللي بينتقلوا فيه كل أبناء المخيم واحد، كل شيء في المخيم واحد، العدو واحد والمصير واحد والتحدي واحد. صحيح. ولذلك قدس الفلسطيني في المخيم هذا الرقم الذي لم يألف غيره، ولذلك ربطنا ما بين هذا وما بين تفوقه في حياته. تجدي كثير مخيم طلع علماء وصلوا إلى ناسا. حتى مخيم برج البراجنة بالذات. هناك علماء. نعم. كبار خرجوا منه. عمليا هم ولدوا في البرج أو خرجوا مهجرين مع أبائهم. طيب عادة يعني في الروايات الفلسطينية بتكون بتعكس خلينا نحكي الواقع المؤلم لحياة الفلسطينيين، ولكن يمكن بروايتك شوي تناولت جانب فرح. نعم. لهذه الحياة، كيف عكست هذا الفرح من أي باب؟ الحقيقة أنا إذا جاز
لا يوجد فرح في الرواية، هناك ألم ممزوج بالابتسامة والتهكم، يعني وهناك قوة وهناك نوع من السخرية حتى على نفسه، يعني اللاجئ يسخر أحيانا بنفسه، هذا باللغة الإنجليزية بسموه ايرونيك، هو نوع من أنواع السخرية الأدبية. ولكن حياة المخيم ليست حياة سهلة أكيد، وليست حياة جميلة، وهدف الفلسطيني أن لا يبقى يعني في المخيم. وفي هذا في الرواية يقول أحد شخوص الرواية وهو من الجيل الثالث سامي الذي ولد في أثينا وحمل الجنسية اليونانية، أنه أنا أتمنى أن يأتي اليوم الذي نهدم فيه كل هذه المخيمات، بينما أمه تتمنى أن تعود فلسطين وأن يتم تسمية مدن جديدة وقرى جديدة بأسماء المخيمات. بالطريق إلى عكا، وأنا يعني عم بقرأ الرواية بس لسه ما وصلت لهون، بس ولكن من خلال عم بقلب بصفحة دغري لفتت هيك الملكية الأردنية، فعرفت أنه في رجعة على البلاد. فانبسطت لما حكى لها الدركي أو الشرطي الموجود بالمطار بيحكي لها أهلا وسهلا لبلاد بلادك يا ميت، أهلا وسهلا، وهي ما سمعتها بحياتها من أي مكان صحيح. وصلته. وأيضا نزلت على البلد فعم بتشوف بتمشي بشوارع البلد، فشو بتحكي؟ أي من هؤلاء أردني وأي منهم فلسطيني، بدلي الناس كلهم فلسطينيين أو كلهم أردنيين. وأيضا اللهجات متعددة، الدماء واحدة، بشرتهم واحدة، جباههم واحدة، كشرتهم واحدة، كلهم إخلاص لشخص الملك، كلهم يحبون المنسف ويأكلون الكعك والبيض، وصوتهم زي المدفعية. ما هذا الوصف لهذه الكيمياء الأردنية الفلسطينية؟ هذه واقعنا، وما حدا قدر يستوعب هذه الكيمياء، معلش، من كل الدول الموجودة حوالينا. صحيح. وين ما راح الفلسطيني بيحكي لك أنا شايف حالي بالأردن، أنا بشوف حالي هون. صحيح. إحنا واحد. صحيح. ليه دخلت هذه الحديث ليش هذا الوصف بهذا الموضوع؟ أنا أكتب بصدق وأحب بصدق وأتهكم بصدق وأنتقد بصدق، أنا أدعي أنني كاتب صادق، لا حضن في العالم العربي كان دافئا للقضية الفلسطينية أكثر من الأردن، ولا علاقة في الكرة الأرضية، ليس في العالم العربي، في الكرة الأرضية تشبه العلاقة الأردنية الفلسطينية. لي صديق قال لي والدي كان يكره عمي أو يختلف مع عمي، يتناقروا دائما، ففي يوم من الأيام عمه مرض، أبوه بكى قال له بتبكي على عمي؟ ما أنت طول عمرك تتاوش أنت وياه. قال له بتعرف أنا وعمك علاقتنا زي إيش؟ زي الأردني والفلسطيني. حلوة صحيح، في حب وأخوة، وفي أخوة وفي حياة وفي عيش في دم يعني. لذلك البطلة عندما عادت من أثينا، يعني تخيل إبراهيم، أنا مبسوط كمان على اسمك لأنه تحمل أول رواية في حضرة إبراهيم، أول رواية صحيح في حضرتك كلها صحيح، في حضرة إبراهيم كان اسمها صحيح. البطلة ولدت في مخيم برج البراجنة، حملت الوثيقة اللبنانية، في ذلك الوقت لم يكن يسمح لحامل الوثيقة في لبنان أن يخرج من لبنان أو أن يعود إليها إلا بإذن من السلطات اللبنانية. صحيح. ولذلك رفضت السلطات الألمانية منح الفيزا للدراسة على أنها قبلت في جامعة برلين عام 1982 بهذا السبب. يعني إذا الدولة التي منحتك الوثيقة لم توافق قد لا تعيدك. صحيح. فأنا إذا بدي أبعدك من بلد وين أوديك؟ صحيح. فرفضوا الفيزا. الآن هذه البطلة أقولها حصلت على الجنسية في اليونان بعد 23 سنة، أول ما فكرت فيه أن تأتي إلى وطنها، أن تأتي إلى المنطقة وأن تزور ترشيحة بلدة أمها، وأن تزور الكابري بلدة أبوها. فجاءت على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية من أثينا، نزلت لعمان لأول مرة، أول مرة بحياتها، مضاف الجوازات، طلع جوازة أجنبية يعني الجنسية يونانية، لكن الملامح والاسم عربي. قال لها أنت عربية؟ قالت له نعم أنا عربية.
من وين؟ قالت له أنا فلسطينية مواليد برج البراجنة يعني، ولكني حصلت للتو على الجنسية اليونانية وأول مرة بستخدم الجواز. أنا والله فيك الخير أنه أول مرة تستخدم الجواز تأتي إلى الأردن. فختم الجواز وقال لها تفضلي لبلادي بلادك. بالنسبة له قالها بطبيعية وبعفوية، بالنسبة لها كان حدث عظيم لم يحدث في حياتها أن سمعت هذه العبارة. فبتقول نزلت على انتظار الشنط وكدت أن أصعد مرة أخرى إلى موظف الجوازات وأن أستحلف بالله أن يقول لي مرة أخرى لبلادي بلادك. تقول أقسم بالله الذي لا إله غيره، هذا نص، أنني لم أسمع تلك العبارة من قبل في حياتي. جميل جدا، جميل جدا. يعني دائما زي ما بيحكوا إبراهيم الأردن بلد الكل، وهي بتلم الكل وبتحب الكل طبعا. ولكن هي عصية على أي شخص بيريد السوء فيها طبعا. صحيح، كلنا فضول. أنا ما قرأت الكتاب ولكن هي نسختي موجودة، رح أقرأ الكتاب. أنا جبت لك كمان نسخة علشان لو ضيعت الأولى أقرأ من الثانية. خلاص تمام، شكرا لك جزيلا. يعني إذا بتحب نحكي من وين ممكن الكتاب، وين تم نشره؟ عشان أنا بحب أنوه إلى أنه الرواية صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وأنا كل رواياتي وكل مؤلفاتي التي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهو متوفر في في الأسواق. يعني أريد أن أنوه إلى أن هناك حفل إشهار وتوقيع يوم السبت. أختك كاثي هي التي ستديره في رابطة الكتاب الأردنيين، ونحن نتشرف فيها. أنا بتشرف فيكم. وسيتحدث في مجموعة من الإخوان الدكتور يوسف ربابعة والأستاذة هدى أبو غنيمي والدكتور جمال الشلبي، الذي سيتناول البعدين التاريخي والسياسي في الرواية. نعم. يعني هناك تاريخ وهناك سياسة. نعم. بنشكرك أستاذ عامر طهبوب على تواجدك معنا اليوم، موفقين إن شاء الله. دائما بتشرف. شكرا لك. شكرا لك.